الحمد لله حمد الشاكرين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يجمعنا لقاء جديد في برنامج فتاوى مع الشيخ محمد أحمد حسن. مرحب بك يا شيخنا. الله يبارك فيك، أهلا وسهلا. أرحب أيضا بكل مشاهدينا الذين سينضمون إلينا من خلال هذه الحلقة عبر الهواتف ويتابعون هذه الحلقة، وأيضا عبر البريدنا الإلكتروني الذي سيظهر لاحقا على الشاشة. نرحب بكم من جديد مشاهدينا وبشيخنا الجليل محمد أحمد حسن. واقع الحال يقول بحمد الله سبحانه وتعالى الآن السودان اتجاه اقتصادي كبير جدا، وأزدادت يعني دخول الناس، وأصبحت سيولة متوفرة في أيدي الناس حسب يعني الواقع الحالي الآن. نحن كمجتمع مسلم يجب أنه أيضا نراعي ظروف أخوانا لنا آخرين، يعني من الفقراء، المجتمع متماسك الآن حتى الآن يعني، لكن نحن محتاجين أنه نعرف الناس من جديد ونحثهم على مسألة الزكاة والاهتمام بشؤون الغير حسب ما وجهنا ديننا الإسلامي. لكن في نفس الوقت في عدد كبير جدا جدا من المستطيعين يعني ما بأدوا زكاتهم، إما جهلا وإما يعني منعا أو قصدا. يعني بالتأكيد الإسلام وضع وحدد عقوبة لمانع الزكاة. نعم نعم. بسم الله، توكلنا على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. العلماء قالوا ورد ذكر الزكاة مقرون مع الصلاة في القرآن في 82 آية. ده بيان لعظمة الفريضتين دي، الصلاة حق الله والزكاة حق عباد الله، ولذلك واجب على المسلم يتنبه للفريضتين دي، يؤدي الزكاة والصلاة. وأجل زي ما ذكرت وعيد شديد في زول بيمنع ما يطلع زكاة ماله. قال تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. صدق الله العظيم. ده وعيد شديد، والوعيد ده ليمنو الزول اللي عنده مال ووصل النصاب وما طلع زكاة مال. الذهب والفضة هسه مقيمة، زمان نحن صغار كان القروش بالذهب، الجنيه بالذهب، لكن الساعه الناس كتروا بقت القروش والورقيه دي. والورقيه دي تحل محل الذهب. يبقى زول عنده مال، هو اللي القروش بتاعتنا الدينارات والجنيهات دي، وحال عليها الحول وصلت النصاب ما زكاها، ينطبق عليه الوعيد الشديد ده. والعلماء قالوا الكنز هو المال الذي لا تؤدى زكاته، واي مال ادى زكاته ما بيعتبر كنز. يبقى الوعيد الشديد: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم. وعيد شديد. وبرضه في صحيح البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من آتاه الله مالا فلم يؤدي زكاته مسل له يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان يطوقه يوم القيامة ثم يؤخذ بلهزمتيه يعني شدقيه ثم يقول: أنا مالك أنا كنزك. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله وخيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. رواه البخاري. نرد على السؤال معنا بعدين نجي نواصل في شرح الحديث. معنا أم هديل من السعودية. مرحب. ألو. مرحب. السلام عليكم. عليكم السلام. أحييك وأحيي الشيخ. الله يبارك فيك. ممكن أسأل الشيخ؟ نعم تفضلي. مولانا الشيخ الله يبارك فيك، تفضلي. أنا أم هديل، كنت قبل سنة 2002 أي كان عندي صيام عليه 16 يوم وكنت مريضة. أيوة. وما قضيته حتى الآن. سامع. وأسأل الآن أصبر لي. سنة 2005 برضو كان عندي صيام 5 أيام ما قضيتها برضه. وما قضيتها برضه. أسح صحتك تمام ما شاء الله وصايمة تمام ماشي كويسة ما لي عوج الحمد لله. خلاص موضوع سهل. عندك سؤال ثاني شيء؟
لا لا خلاص تجاوب على السؤال ده. هابت اللي عندها قضاء من رمضان فطرته بسبب مرض ما قضته، برضو فطرت بتاع الدورة الشهرية برضو ما قضته. نقول لي بنت أنا مطلوب منك حاجتين اثنين. أسع مصايم رمضان بعد العيد نمرة واحد تستغفري لأنك أخرتي قضاء رمضان لغيت الزمن ده. نمرة اثنين تقوم تقضي الأيام الفطرتها دي كلها تقضيها بالأقساط. يعني في الأسبوع تصوم ثلاثة يوم، الجو بارد الجو سخن صوم يومين، الجو حار تصوم يوم واحد لغاية ما تسدد الدين عليك. بس في بعض العلماء قالوا الزول لو أخر قضاء رمضان لغاية ما دخل رمضان الثاني يصوم ويطعم قصاد كل يوم مسكين. نقول لي بيت أن إذا كان حالتك متيسرة وقروشكم كثيرة صوم يقضي الأيام اللي فطرتها زمان وما قضيتيها واطعم قصاد كل يوم مسكين. أما إذا كان الحالة مستورة قضي وبس وما عليك طعام. نعم نواصل فيما قطع من حديثنا. أيوة الحديث اللي هو بتاع الدبيب ده، من آتاه الله مالا فلم يأدوا زكاته مسل له يوم القيامة شجاعا أقرع. معنى الحديث زوين ربنا الدمال وصل النصام ما طلع زكاته يوم القيامة ماله ده ينقلب شجاع أقرع، يعني دبيب من الدبيب بتاعت الخلا شرس من كثرة ما سم تركز في راسه، شعر راسه ده صعق من السم ومن شدة جرأته الفارس الراكب الجمل وشايل السيف يتحدى يجيب على ظنبه يتحدى الفارس الراكب الجمل من شدة شراسته. أهل ذول اللي عنده مال ما طلع زكاته ماله دي ينقلب الدبيب زي الدبيب ده يطلطف في رقبته ويقبل عليه يقضمه يعضي بجاي عض تاني يعضي بجاي ويقول له أنا مالك أنا كنزك أنا مالك ما طلحت زكاتي. يفضل الكلام ده في أرض المحشر من البحث والنشور لغاية ما يجي الحساب في يوم يقداره 50,000 سنة. أزول ده واقف والدبيب ده يفرق فيه سمه يعضعض بجاي يعضعض بجاي لغاية ما يجي الحساب. نعم وعيد وإنذار شديد. نعم نأخذ أيضا من السعودية أحمد النيل. مرحب. ألو ألو أحمد النيل انقطع الخط. طيب نحن برضو عندنا مسائل متعلقة بالصلاة وبالوضوء. أيوة في واحد بيسألنا قال التنفل قبل إقامة صلاة المغرب هل تجوز؟ أيوة نعم. في حديث عن عياض بن حمار المجاشعي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب. فقال في الثالثة لمن شاء، قال الراوي كراهية أن يتخذها الناس سنة. والحديث رواه البخاري ومسلم. صلوا قبل المغرب يبقى بين أذان المغرب وإقامة صلاة المغرب في ركعتين سنة اختيارية لمن شاء. يعني انت نفرين دخلوا المسجد بعد أذان المغرب، واحد فيهم صلى ركعتين والتاني قعد، ده صح وده صح. ما نقول لي صليت ليه صليت ولا نقول لي ده ليه ما صليت. يبقى ركعتين سنة اختيارية. هنا طبعا بالحديث ذا أخذوا فقهاء المذاهب الثلاثة الأحناف الحنابلة الشافعية. المالكية قالوا تكره صلاة الركعتين دي. وليه المالكية؟ قالوا لأن بيؤدن إلى تأخير صلاة المغرب، وصلاة المغرب عند المالكية وقتها ضيق، مجرد الأذان أذن تقيم الصلاة وصلوا طوال ما صلوا ركعتين. ده رأي المالكية، لكن الحديث صحيح وصحيح البخاري ومسلم وأخذوا به المذاهب الثلاثة. نعم نأخذ معنا فتح الرحمن الزي. مرحب. ألو. ألو. عليكم السلام. كيف الحال؟ الله يبارك فيك. أسأل الشيخ. نعم تفضل. بس أرى إنه لو الزول توفى وعليه قضاء. اللي قضى من شنو؟ من رمضان. عليه قضاء صيام. نعم. أيوة كويس. عندك سؤال ثاني؟ قال الحكم في ذلك. أيوة شكرا جزيلا. هين زول طبعا توفوا علي قضاء من رمضان. نضرب لنا مثال. لا بدي قرايه. هاي بارك الله. نعم. نضرب المثال انه ابونا كان في رمضان مرض مثلا وفطر لي 10 يوم وبعدين جاء بعد رمضان بعد العيد قلنا له يا ابونا انت ما عليك 10 يوم ما صومي سمح بصومي. ما عليك 10 يوم ما صوم سمح بصوم. قام مات بدون ما يصوم ال10 يوم دي. يوقع الحالة دي
واحد من الأولاد يتبرع يصوم، لكن الإمام مالك قال الإطعام أفضل في الحالة دي من الصيام. أبونا العشر يوم دي أفضل، لو صمنا عشر يوم ماشي، لكن الأفضل الإمام مالك قال تطعم عشر مساكين بدل الصيام ويجزي عن والدكم. طيب في الوضوء يعني نحن حقه نشرح الوضوء، يعني كثير من الناس الواحد بيلاحظون أنه ما بيحسنوا الوضوء، والوضوء طبعا هو شرط أساسي طبعا شرط في صحة الصلاة. أي طبعا الوضوء عنده يعني مركب من فرائض وسنة مندوبات، لكن أنا أشرح الكيفية. حتى ذول ما يعرف يفرق بين السنة والفرض وتوضى الوضوء صحيح صلاته صحيح. أولا من شروط صحة الوضوء إزالة الحيل المانع الذي يمنع وصول الماء إلى أعضاء الوضوء. والحيل المانع عند النساء أنه الواحدة قبل ما تتوضى تتأكد ظهور يدين ظهور رجلين خاليات من المناكير، تتأكد الوش ما فيه كريمات، اللي دم ما فيه انفازي، تحت الظفور ما في طين ما في عجين. الرجل كذلك يتأكد تحت الظفور ما في أوساخ، كذلك اللي دم ما في زيت مكنة زيت فرامل زيت تروس. بعد كده بسم الله الرحمن الرحيم ذولي غسل الكفين، يتمضمض يستنشق يستنسر، هذا كله سنة. نجي لغسيل الوش، كل العلماء المذاهب الأربعة قالوا الوش ده عنده حدود طول وحدود عرض. حدود الطول من منبة الشعر إلى أسفل الحنك، والعرض من اللضان لغاية اللضان. دي كل المنطقة دي اسمها الوش. وربنا تبارك وتعالى قال يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. يبقى مضمضة استنشاق نملي الدموي، ما نلقى اليدين للماسورة نملي اليدين، تبزير التبزير ممنوع، وكمان المسح حبيبات ممنوع، وخير الأمور الوسط نملي الدموي نلم على دي. شوف من فوق من بتا الشعر لغاية اللضنين، رمش العيون حبر العيون النخر الشلاليف تحت الشلاليف الحنق عمامنا الوش كله من الموي. الدور الثاني تملى اليد، شوف من بتا الشعر من فوق لغاية اللضنين رمش العيون. لما العيل الزول ده اللي غسل وشه من بتا الشعر لغاية أسفل الحنق من اللضان لغاية اللضان، لأنه لاحظنا بعض الناس الزول يغسل كده الحتة دي ناشفة والحتة دي ناشفة، ودي من أعضاء الوش، والحفرة دي ناشفة برضو من أعضاء الوش، يبقى الوضو باطل. نرى النقطة دي مهمة. نجي لغسل اليدين، زول من اليدين ما يتلقاه بيجي الحفرة دي ما ينسى المرفق دي ده. شوف خلل من أصابع اليدين كيف، شوف اللي جاد بيوري كيف طلعت بالأصبع الكبير ده يعني كده. الكفين برضو ما يتغسل مع الكفين. في بعض الناس تلقيش الماء يغسل لغاية هنا، انت ما بتغسل يديك، يقول لك الأول ما غسلته الغسل الأولاني ديك مندوبة. غسلة الفرج جاي ترتيبة في القرآن، إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، واللي تطلق من رأس الأضبع الكبير ده لغاية المرفق، والمرفق ده من عضل الوضو العمم. الليد الثاني كذلك برضو لغاية الأصبع فوق نعممه، مسح الرأس كده فرط كده السنة، اللضنين على خفيف. وبعدك نجي لغسل الرجلين. برضو أنا لاحظت بعض الناس برضو تلقى الكعب البيورد ناشف، لا أصل ظهر الرجل بطن الرجل الكعب البيورد، نفتح أصابع الرجلين نخلي بين الأصابع لغاية الكعب دي كلها نعمين في الموي، ظهر الرجل بطن الرجل الكعب البيورد بين الأصابع. هذا الوضو نقلوه لنا العلماء من الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام. نأخذ أم سارة من السعودية. مرحب. ألو مرحب. طيب لو معنا برضو عندنا سؤال يا شيخنا، هل يجوز للمجنب أنه يقرأ أو يستمع للقرآن الكريم؟ أيوة. طبعا الجنب والحائض والنفساء ممنوعين أن يمسكوا المصحف، وممنوعين يقرأ القرآن براسه، لكن يستمع للقرآن ممكن، يسبح الله، الاستغفار، الدعاء، الصلاة على النبي، كل ده جائز للحائض والنفساء والجنب. بس القرآن لا نقرأ ولا نمسك المصحف، لكن نستمع ممكن. ما فيش يعني. طيب في أخونا بيسأل، قال هو اسمه أحمد عبد الله، قال ما هي الأسباب الموجبة لطلب المرأة الخلع ممتين، يعني هل عندها عدة برضو؟ أيوة. الخلع بيطلب الرجل اللي هي نظر بلين المساء، زول الزواج لبيت برضاه ورضا أهله وموافقة الله الكل، ونتم الزواج. بعد فترة كده قامت قالت لي وطلقني. ليه السبب شنو؟ قالت لي بس أنا داير الطلاق. عيبي شنو؟ قالت لي جد ما عندك عيب يا زول، غير بدل، أنت ما كنت قبلانا بالزواج وتم الزواج. قالت لي بس أنا ما دايرك طلقني. يا زول حنسة بيجاي حنسة قبل أهل جاوي حنسة أصلك جد. أزول ده
الدنيا أضاني قريبة زول عيب وشنو ناقص وشنو. قالت لهم جد ما عنده عيب بس أنا ما داير. في الحالة دي ممكن الزوج يطلب ما يطلقها إلا بعوض اللي هو الخلع. والخلع يقول لها خلاص أنت ما دام ما قدرت تثبت علي عيب وطلبت الطلاق أنا بطالبك بعشرة مليون. 5 مليون صرفتها في عرسنا وخمسة مليون تعويض. دفعت لي 5 مليون خلاص يبقى يطلقها. والكلام ده يتم بواسطة القاضي اسمه الخلع. وطلق القاضي في الحالة دي يكون طلاق باين. باين بمعنى مجرد ما طلق القاضي لو الزوج بس طلع بره قال لي انت مرجوعة فيما سماك ما بينفع. لأن طلاق القاضي يعتبر طلاق باين عشان ما يحصل الخداع. يقبض التعويض بيجاي ينشي بره يقول له انت مرجوعة. لا أخذ التعويض خلاص طلاق باين. ده اسمه الخلع جائز في الشرع. في حالة الزوجة طلبت الطلاق بدون أي إثبات عذر على الزوج. نأخذ فوزية من شباك. مرحب. ألو مرحب. ألو ألو مرحب يا فوزية. السلام عليكم. مرحب بك. عليك السلام. والله عندي السلام. نعم تفضلي. والله عندي أختي شقيقتي مقابعاني وأنا بمشي ليها بعدين في العياد قاعد عندها مناسبة بمش في النهاية قربتني عندها زواج ولدها مشين قربتني شيء رخيص دخل العجاويد داري وصالحوني معاه قلت لي أسوأ مصالحي. لا حول ولا قوة إلا بالله. الأخ خلاص نجاوبك على السؤال ده. شوف الزولة دي أختها شقيقتها مشت ليها طردتها. مناسبة عريس ولدها مشت تبارك لها طردتها. جل جاويد يحنسوا عشان تصالح أختها رفضت. عادي بقوا عاد الأخت دي يعني ابن سيرين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ومن أتاه أخوه متنصلا فليقبل منه محقا كان أو مبطلا فإن لم يفعل لم يرد علي العوض. يبقى الأخت دي أجات أخوتها كم مرة تطلب منها الصلح وتدعافني السامح من رفضت. يوم القيامة لما تكون ريقة ناشي وفاكفة في أرض المحشر مقدار 50,000 سنة من سنين الدنيا تجي تدور تشرب من الكوثر المؤمنين يشربوا هي الملائكة تطردها. طردوها ليه؟ لأنها أخوتها جات تصالح رفضت تصالح أخوتها. يبقى ننصح الزولة دي ألحق نفسك ألحق نفسك نار جهنم حرارتها قد نار الدنيا 70 مرة. وجاء في صحيح البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة قاطع رحم رواه البخاري ومسلم. يبقى إذا أنت مؤمن بكلام الرسول الصادق المصدوق وبتخافي الله في قلبك ذرة من الإيمان ألحق نفسك أمشي صالح أختك اطردتيها كم مرة دي أمشي أسلم عليها واحتذري لها وصالحيها. عملت كده نجيتي من الوعيد أصريت وعاندتي وتكبرتي وأبيت صالحها. نمرة واحد تطرد من الكوثر. نمرة اثنين تدخل نار جهنم الحرارة قدر نار الدنيا 70 مرة. كلام ده لما جايبه من عندي ده كلام الصادق المصدوق قال عليه أفضل الصلاة والسلام لا يدخل الجنة قاطع رحم. وفي سنن أبي داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 فمن هجر فوق 3 فمات دخل النار. هسه المردي ماتت تدخل نار جهنم. الحق الدين النصيح الحق أختك دي جاتك كم مرة تصالحك ورفضت تصالحيها الحقيها أمشي برجليك أمشي صالحيها. وهي المطرودة دي ما عندها ذنب ثاني بعدها ما عندها زن وخلاص مشت لها 3 مرات وجاء حنست اللجاويد مشى كن صالحوني مع أختي شقيقتي دي وجاء اللجاويد يحنسوا فيها تقول لها أصلا ما بصالحي ده ما عناد ده ما تكبر والكبرياء والعظم لله. هاي نعم ناخذ معانا من سنار رندا. يا مرحب. السلام عليكم. عليكم السلام. معك رندا في سنار. مرحب بك. طيب تفضل تفضل الشيخ. الله يبارك. نعم تفضلي. طيب أمي عندها رخصة من الصيام أي. وتقوم تطلع الفطرية بتاعتها كل يوم لشخص واحد تطعم تطلع أيوة وتطلع الفطور يوميا. فطور يوميا في الشارع يعني هو غفير في نادي يعني كل يوم تديه وتفطره أي كل يوم بتفطره شخص واحد هذا الكلام ده لكن ما بيجي يطلع عندها حاجة تانية ولا كويس لا شخص ثابت يعني زول ثابت ولا كل يوم بيجي زول ثابت عندك سؤال ثاني ايوه يلا مثلا من الستون كويس
سمع. بزعل من الستون. كويس بدنا نجاوبك عليه. الستون ولا الستوت؟ الستوت الستوت. الستوت الستوت. هي قالت أمها ما بتصوم لأنها عندها مرض مزمن بتطلع الفيديو، لكن كل يوم في غفير بتاع مدرسة فقير بتودوه حق الفطور. وهنا ده المطلوب تطعم 30 مسكين. يبقى نقول قولي لأمك دي معلش اللي اديت للغفير ده لغات هسع شباب تعتبر نفسك أطعمت نفر واحد. المطلوب الزول يطعم 30. نعم. بتدي الليلة ما تدي بكرة. يعني هاي الليلة 26 معناها. معناته أطعمته 26 مرة. يبقى نقول لي بنتنا دي من الليلة دي أمك معليش إذا داري تكمل الفطور بتاع الزول ده عشان ما تحرم من السواب يبقى فطر الصايم عندها سواب إفطار الصايم. لكن تبتدي أمك دي من جديد من أول جديد من بعد العيد تطعم لها 30 مسكين. هاي. أطعمت أسأل الغفير ده كأنه أطعمت مسكين واحد فاضل لك 29 مسكين تطعمين بعد العيد بالأقصار ناي. لكن اللي أطعمت ده اعتبريه فطرت صايم. نعم. ومن فطر صايم كان له مثل أجري. نعم. نعم. أي واصلي لأطعم الإفطار الغفير ده باعتباره صدقة لكن عاد الفدية تطلعها بعد العيد. نعم. نأخذ باقي سؤال بعد ما نتحدث مع تجدين. مرحبا يا تجدين من عطبرة. السلام عليكم. مرحبا عليكم السلام شيخنا. مرحبا. أهلا وسهلا. عندي سؤالين. تفضل. طيب السؤال الأول أنا عندي دكان. أي. علي كان من السنة الأولى كان طلعت الزكاة حق السنة الأولى. أي. السنة الثانية الدكان دهوة شفيدة. أي. ما باقي. والسنة الثالثة جرت. السنة الرابعة دي طرأت المال زاد راس المال قمت جردتها طلعت الزكاة كانت تقريبا 1,200,000. أيوة. بقى السنتين دي أنا ما طمحت فيه من زكاة وفي نفس اللحظة ما جردتها عشان أقدر أعرف لكن كان نسبة راس المال ضعيفة. أيوة. كويس. بالنسبة لهم زكاة حتكون كيف؟ سمع. سنتين. ثانيا بالنسبة لي حتى حاليا حقت السنة دي برضو 1,000,000 وشوية زيادة 1,250,000 تقريبا. كويس. كويس. وفي نفس اللحظة هل بتجوز أطلعها طوالي ولا أطلع منها 300 400 500 لحد ما أكملها ولا مرة واحدة؟ كويس. طيب ده السؤال الأول. نعم. السؤال الثاني إحنا كنا في مصر. أي. يعني مع مواعيد المغرب كده يعني زي الساعة 7 إلا تيجي. أي. جزول قدم بلح. أي. فاللي تحليل الصيام. سمع. فقمنا كل زول طبعا يعني ما عارفين الزمن بالتحديد لأنه كان بطن متحرك. ما قدرنا نعرف الزمن فحللنا الصيام بالبلح دي لكن كان شنو كان الزمن ما متأكدين منه ما متأكدين منه فوصلت يعني طعمتها في الحلق لكن شنو ما هناي ما طعمتها في الحلق لكن ما نزلت يعني ما نزلت الحلق تفيت بمجرد من وقف البط وما قادر أعرف أنه هل اليوم ده عليه صيام ولا كويس. سم. شكرا. أي بالنسبة للزكاة طبعا هو قال السنة الأولى طلع زكاة مال والسنة الثانية كان الربح بسيط ما طلع زكاة السنة البعادة السنة دي اللي قال الظروف تحسنت وعمل الجرد وطلع مقدار الزكاة هو يسأل عن السنتين ديلا هو المفروض كان يعمل جرد كل سنة كل سنة التاجر بعدين زكاة المال بتاع التجارة ما بتستخرج من الربح بس تستخرج من البضاعة كلها ونضرب لنا مثال زول عنده دكان بدأ التجارة بتاعه حال عليه الحول طوال وان ما تمت السنة القمرية بالشهور العربية يوقف البيع ويجيب له ورقة وقلم يقوم يجرد البضاعة الموجودة في الدكان بالسعر الحالي ما بسعر الشراء ولا سعر البيع مثلا نضرب مثال كرتونة الصابون يضرب تلفون لمصنع الصابون لو جيت اشتري منك كرتونة الصابون بتبيع عليه بكم قال له بخمسة جنيه أولي خد كرتونة الصابون 5 جنيه ويضرب في عدد الكراتين اللي عنده بالسعر الحالي وهكذا يجمع كل البضاعة عنده خدت قيمة الحالي بالسعر الحالي بعدين قام فتح الخزنة جرد القروش اللي عنده الدرج جرد القروش عنده عنده رصيد في البنك جرده كله جمع صفر معانا الواحد طلع عليه مثلا 10,000,000 درس ماله يقوم يطلع الزكاة كان المفروض يعمل الجريد ده عمل الجريد وطلع عليه أقل من 4,000,000 إلا ربع لين ونصاب الزكاة وفي السنتين اللي ورده كان 3,000,000 وشوية هسا عن السنة دي سعى اللي عام 2008 بثلاثة آلاف يعني 4,000 إلا ربع
3775 جنيه دي نصاب الزكاة. نحن نقول له خلاص كان يعمل الجريد لو لقى قروض ما رصيده كله أقل من المبلغ ده ما عليه زكاة، قدر المبلغ ده فما زاد يطلع زكاته، كان المفروض يعمل الجريد لكن ما عمل. هسه أنا أقول لك أرجع بذاكرته وقدر كده رصيدك في السنتين ديلك، السنة الأولى ما زكيت فيها والثانية ما زكيت فيها، هل كان رصيدك يا لو جمحته كله بالطريقة شرحناها دي يطلع أكثر من 3000 جنيه 3 مليون علوي القديم؟ إذا كان طلعت كده يبقى تطلع الزكاة بأثر رجعي. ما كان حيطلع كده كنت تعبان خالص قربت تفلس يبقى ما عليك زكاة. أي بس نرجع لباقي سؤاله وسؤال أخوتنا رندا بعد ما ناخذ الطيب من عضبرة. ألو مرحب. عليكم السلام. مرحب بك. الله يبارك فيك. مرحب تفضل. أيوة ألو. نعم تفضل. نسأل عن زكاة الفطر، هل شرط الزول يطلعها عينية أو ممكن ولا ممكن يطلعها مالي؟ نعم. بعد ذلك الناس اللي بيتالي يوم في هل من الأقارب في زول ممكن الزول اللي بيتالي يوم؟ نعم. ما تطلع عن الأقارب خالص. نعم. ذا في شنو؟ زكاة الفطر. هل تو يعني تطلع قيمتها ولا تطلع عينية؟ تاني الكلمة اللي بعدها قال شنو؟ الكلمة كانت واضحة بالنسبة لي. نعم. خلاص يعني طبعا زكاة الفطرة اللي هي الرسول عليه الصلاة والسلام قال صاع من تمر أو صاع من شعير. والهنا طلع العيش، لكن هسع مجمع الفقه الإسلامي وأخذ برأي أبو حنيفة إنه إخراج القيمة في زمننا ده أنفع للمسكين من إخراج العيش. ليه؟ لأنه زول بيأكل ذرة وعايش في الخرطوم، ونسى الخرطوم بيطلع زكاة الفطر من القمح وما بيأكل قمح، حيضطر يشيل القمح ده ومحتاج له كاش يكسو له ذاته، حيمشي يركب رقشة ويمشي لبتاع العيش ياخذ يعني عندي كيلتين عيش قمح نظيف يشترين مني، ما بيشترين مني بسعر البيع، يشترين مني برخيص خالص. اذا كانت الكيله ب 30 جنيه هيقول لي يا زول بديك 25. يا اخي ما تزودنيش ولا ما بزودك يا زول، طيب قبضني المال تلته ولا كتلته. يقبض يعني ما اشوف ربح حق الرقشه ماشي وحق الرشه جاي راجع وفقد 5 جنيه او خسارة بالنسبة له، لكن لما ندي القيمة بيمشي بالقيمة دي يشتري حاجات يكسب ليداته يشتري الحاجة الدائرة. يبقى القرض هو من زكاة الفطر شنو؟ الرسول عليه الصلاة والسلام قال أغنوهم عن السؤال في ذلك اليوم، إن المسكين ده ما نخلي يوم العيد يمد يده يشحد، نغنيه عن الشحد بحاجة تنفعه، الحاجة اللي تنفعه الكاش أي أنفع اليوم، ويقدر بالكايدة يشتري عيش يشتري سكر يشتري أي حاجة، لكن لما يدي عيش يمشي بيع بالخسارة. نعم. نحن عندنا سؤالين متبقيات من رندا ومن تاج الدين سنعود لها عقب الفاصل إن شاء الله. نرحب بمشاهدينا من جديد في هذا البرنامج برنامج فتاوى، معنا الشيخ الجليل محمد أحمد حسن. نحن قبل زي كان في سؤال أو سؤالين مؤجلات من رندا من سنار. أيوة. سألت عن الستوت. أيوة. الستوت طبعا هي ورد حديث وصحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهري. يعني بيصوم رمضان يقصم لي 6 يوم من شهر شوال كأنه صام السنة كلها. ليه؟ لأنه السنة رمضان 30 يوم نضربهم في 10 بقى 300، الحسنة بعشرة مثالية 6 يوم ضربناهم في 10 بقى 60، 60 زائد 300 بقى كم؟ 360. عدد شهور السنة كم؟ 360، كأنه صام السنة كلها. عدد أيام السنة هنا في بعض البنات الواحد تكون فترة 6 يوم في رمضان بسبب الدورة الشهرية. تقول لي كان معمل كلهم بينية واحدة ستوت وقضاء. يجزيها لكن ما بتاخذ الامتياز الوارد في الحديث. ليه؟ لأنه لما صامت 6 يوم قفلت الشرمة الفتحات في رمضان. يبقى صامت كم يوم؟ صامت 30 يوم نضربين في 10 بيان كم؟ 300 يوم وعاد شهور السنة كم؟ 360. يبقى ما بتاخذ الامتياز الوارد في الحديث. طيب قالت يا أخي يوم العدة كان الضيوف كتار والوقت ضايق ممكن أصوم الستوت أولا بعدك القضاء؟ نعم
يجوز تصوم السبتة أولا بعدك القضاء، لأنه العلماء قالوا من فرض من فطر في رمضان بعذر القضاء يعتبر فرض على التراخي وليس فرضا فوريا، وإن زوجات الرسول عليه الصلاة والسلام كان يصوم من يوم القضاء في شعبان. نعم نعم. لاحظنا مولانا أمس الخميس كان هو الخميس الأخير في هذا الشهر الكريم. أيوة. يعني بالذات في القرى يعني النائية وفي بعض الناس في أطراف المدن. أيوة. بيهتموا بحاجة اسمها الرحمتات. أيوة. فيها توسعة للأولاد وكذا. أيوة. المسألة صحيح. دي من الشرع حكمها شنو؟ أيوة هي ما وردة في الشرع على الإطلاق. نعم. نحن في الشمالية بنسميها عش الميتين. وناس الشمالية هناك الفطور بتاعهم كله بليلة وتمر. في العشي مش العش بالرغيف بالكسرة. أها اليوم ده يوم الرحمتات ده آخر خميس من رمضان كل ناس الغرية يقوموا يسووا فتة. فتة لحمة بالسليقة ويرشوا الكسر بالسليقة ويجيبوها يقولوا دي عش الميتين. ويدعو للميتين. والولاد الصغار الصباح لما كنا احنا كنا صغار كان نلف على البيوت نقول الله يرحم ميتين كن يقوموا يدون التمر. هاي هذه اسم الرحمتات في الشمال في الخرطوم هنا. لكن الشمالية اسمها عش الميتين. بعدين ما لها أصل في الدين خالص. أي ما لها أصل في الدين. وهسه ابتدت تقل هسه حتى في الغرى فيها تقل. مخالفة يعني نقول طبعا ما لها أصل يعني بدعة. بدعة ما لها معنى يعني. أي الميت ندعو له في أي وقت. لكن تغيير الحال باعتبار الخميس ده وآخر جمعة في رمضان وليه ما سووا البليلة تسووها فتة فيها شيء من الإنة آخر خلوها. نعم نأخذ معانا من السعودية ياسر. مرحب. ألو السلام عليكم. عليكم السلام. كيف الحال؟ مرحب بك. الله يحييك. تفضل يا أخي. ممكن أسأل أشياء؟ تفضل. نعم أنا في السعودية ومامي الزوج. وزكاة الفطر ممكن أبوي هناك يطلعها ولا انا اطلعها؟ كويس. نعم خلاص نجي. عندك سؤال ثاني؟ ما عندك. نعم السؤال الثاني مثلا الو. نعم معك. مثلا اخرت في صلاه الظهر وصلاه العصر اذن العصر اي اصلي اول الظهر ولا العصر؟ كويس خلاص نجاوبك ان شاء الله. هو قال انه شغال في السعوديه وابوه هنا لا. هل ابوي يطلع له هنا؟ لا. انت طلع زكاة الفطر حقتك عندك اديها لزول مسكين في السعودية ابوك يطلع حقته. عيد الصح كده. نعم. لانه صام هناك وابوه صام هنا. نعم. طيب تأخر الصلاة. تأخر الصلاة طبعا زول ما صلى الظهر وأذن العصر. يصلي الظهر اولا بعد ذاك العصر. طيب دخل المسجد عشان يصلي الظهر يصلي العصر اللي كانوا قاموا لصلاة العصر. في الحالة دي في حالتين يمشي بعيد يصلي الظهر ويجي لحقهم في العصر يدخل معهم اللي قام يسلم يصلي العصر. الحالة الثانية يدخل بنية صلاة العصر ولا الإمام بعد ما صلى ولا الإمام العصر يمشي يزح بعيد يصلي الظهر ويجي عيد العصر الثاني لأن الترتيب واجب. بس. نعم نأخذ هاتف ثاني. مرحبا. ألو السلام عليكم. عليكم السلام. أهنيكم على البرنامج وأكلم الشيخ. بارك الله ماجد. تفضل. تفضل. يعطيك العافية الشيخ. الله يبارك فيك. الله يبارك. الشيخ محمد حسن احنا والله من الناس المعجبين ببرنامجك وبأسلوبك الطيب اللي بتوصل به المعلومة للمشاهد وللمستمع. بارك الله فيك. فنحن يعني بالإعجاب ده قاعدين نحاكيك صراحة في نحاكيه وكذا نقول الشيخ محمد حسن قال كذا وكذا ما بالاستهزاء ولكن بالإعجاب بالأسلوب الطيب اللي بقوم به. لا ما في مانع ما في مانع. عافية ليك. نحن يعني. عافية ليكم. الله يديك الصحة والعافية. الله يبارك. بعدين في يعني مواضيع وقت بتكلم فيها يعني نستفيد منها. بارك الله فيك. المواضيع هي تعليق التمايم والحجبات والناس تبرخوا بالغبور ويدعوا بالمشايخ. كويس. نعم. اي كويس. والثاني حكاية الموبايل. ايوه يعني الواحد تلقى مركب نغمه موسيقى ودمر نغمه طنبور ويخش المسجد. ايوه كويس. خشوع الصلاه بيفسد على نفسه وعلى المصلين. ايوه تبغى توجه يعني كلمه لل ان شاء الله. ان شاء الله. وبالنسبه لزكاه الفطر يعني انا شايف كثيرين يتكلموا فيها بالنسبه لنا في السعوديه هنا. ايوه
الناس المساكين مثل انا السعوديه والله ما عندنا بين علم، والمساكين السعوديين صراحه وضعهم احسن من المساكين مثل عندنا هناك في السودان. نعم ايوه، ونحن عندنا ناس والله نعرفهم يعني بحق المعرفه انه ناس يعني الحديده كويس فكتب الحين. نعم. فكنا نحن بنرسل لهم الزكاه وكذا يعني تبقى لهم النواة مشروع يعني يقدموه في المستقبل يعني يعينهم في الحياه. نعم لا النقاب عليه لازم الزكاه تكون في نفس ال سامع كويس. نعم طيب السؤال الاول اللي هو يعني هو تعليق التمايم. أيوة. والنعمات وال اي في ناس تلقى معلق له خردة عيل صغير معلق له تميمة واحد كده تطمع الحاجات دي كلها. وفي الحديث من علق ودعة فلا أودع الله له ومن علق تميمة فلا أتم الله له. الحاجات دي الخرزات والتمايم والحاجات دي وفي بعض الحجبات تلقاها مكتوبة بكلام مطلسم غير مفهوم المعنى ويخشى أنه يكون الكلام المطلسم ده مقتبس من السحر. والأفضل والأحوط والأحسن وزول أي حاجة تخدش العقيدة بتاعته دي إيمان وتوكل على الله يبعد بعيد. وهنا الرسول عليه الصلاة والسلام أرشدنا قراءة آيات سورة الإخلاص والمعوذتين في الصباح والمساء تكفينا من شر كل شيء. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء. والأدعية كثيرة وماسورة وهسع في كثير من الإذاعات في المساء بتقوم تجيب التحصينات المساء وتحصينات الصباح وتكرر طوال يمكن الزول يحفظها ما قاريها يحفظها ويقراها. ودي أفضل من التمايم وأفضل من الخرزات والحاجات دي. والزول لو علق له خرزة وحصل له مكروه وتفادى منه يقول له عشان الخرزة دي والحاجة المعلقة التميمة دي هي نجته، لا في الحالة دي الشرك الخفي ده بيدخل يسرب للزول. ومطلوب من المسلم يخلي عقيدته دي أصفى من المراية أي ما يخلي غبار يجي عليها ويتوكل على الله. والرسول عليه الصلاة والسلام قال إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء ما نفعوك إلا بشيء أن كتبه الله لك. هذول يعتمد على الله. أما شيوخنا وأوليانا الصالحين دين نحترمهم غاية الاحترام، لكن ما نخدتهم شركاء مع ربنا في تصريف الأمور والأمور كلها لله. قال تعالى فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. ربنا تبارك وتعالى هو المالك المتصرف في الكون كله، ما في ذرة تتحرك ولا خلية تنقسم إلا بأمر وإرادة مشيئته سبحانه وتعالى. نعم عنده جزئتين ثاني قال النغمات أي موضوع النغمات دي الحقيقة طبعا في علم ممنوع زول يأخذ نغمة من يعني ما يأخذ آية من القرآن نغمة للموبايل. قد يضرب الموبايل ده أنت بلد بخانة، قد يضرب الموبايل وأنت حتقوم عشان ترد عليه زولك حتقطع الكلمة. اللي هو المغري يقرأ في الآية ما تم الكلمة كاوي تدوس وكأنك قطعت القرآن. لا ما تخلي نغم في القرآن، معليش كلمة طيبة كلمات طيبة دعوة كده معليش. بعدين كنا ده لما ندخل المسجد المطلوب انت داخل للمسجد تكفل الموبايل عشان ما يضرب لك في الصلاة يحرقك، وإذا ضرب في الصلاة حيدخلك في إشكال. نعم نعم ناخذ تلفون. ألو مرحب. ألو أيوة ألو مرحب. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام مرحبا محمد تفضل. ألو السلام عليكم. عليكم السلام. ازيك يا شيخ حسن؟ أهلا مرحبا منو معنا؟ معاك منى محمد حامد من أبروف. مرحبا منى. مرحبا. والله أنا بسأل يعني من السيتوت والقضاء، فكل ما أجي يعني أصوم السيتوت يقول لي لازم تقضي أول. كويس. فدائرة أسأل الشيخ يعني من كويس جزاكم الله خير، كل سنة وأنتم طيبين. الله يبارك. طيب إن شاء الله. طبعا تكلمنا عن السوتوت هسه في الحلقه دي وكذا، لكن نقول لاختنا طبعا السوتوت سنه والقضاء فرض. والافضل الزول يقضي ايام الفطر في رمضان بعذر بعد ذاك يصوم السوتوت. لكن العلماء قالوا اذا كان الوقت ضايق كان في ضيوف كتار وداخلين مارقين وانشغلت مسكينه فاضل لشوال عدد بسيط من الايام ما بتتمكن منه تصوم القضاء وتلحق السوتوت. في الحاله دي ممكن تصوم السوتوت عشان تدرك فضيلة الشوال قبل ما يفوت، بعد ذاك القضاء بعد شوال تقضي
لأن القضاء قالوا فرض على التراخي وليس فرضا فوريا. ممكن تصوم السجدة وين بعدك القضاء. نعم. عندنا قبيل أخونا تاج الدين هو من عطبرة قال كانوا في بص وظنوا كانوا متأكدين أنه وقت الإفطار جاء ولا مجد. مهم في النهاية هم زي أكلوا بلح وشعروا بالطعم في الحلق. أي لكن ما بلعوه. أي ما متأكدين. أي أي هو المفروض في الحالة دي الزول ما كان يوزع التمر ده ولسه اللزام ما جاء. كان يكون منتبهين حتى ولزوا عليه حد يمسك التمرات وينتظر لغاية ما تأكد راكبين البص. وبعدين في ساعات أخواننا الساعة كم؟ هاي الساعة كده نحن أخواننا مش فطرنا الساعة كده 7 وكده. أيوه هاي الساعة المواعيد لسه ما جاء لأنه بعده من العاصمة بيسمع اللزان. ناس ما يتحركين من الخرطوم وهنا انت صايم في رمضان كل يوم بتعين الشراب الموهي الفطور الساعة 7 إلا كده إلا 5 دقائق مثلا. وتحركت المسافرين أخواننا أمس نحن فطرنا في الخرطوم 7:05 الساعة الليلة يا دوبك 7 انتظروا لغاية ما تتم الخمسة. ممكن نتأكد من الكلام ده نقيس على الوقت يعني هاي نتحرك. نعم. طيب أقول لأخونا ده مدام شكيته بعد العيد قضي لك يوم لو شك في أنه نعم. طيب هو في السؤال أخونا أبو حامد أبو ماجد من السعودية على زكاة الفطر قال هم يعني مسألة فتش المساكين في السعودية يصعب. أي صحيح يصعب شديد. الحين تذكر أمس في الحلقة حق تم يسوي لمس في زول سأل برضو قال زكاة الفطر نصرف في السعودية ولا نرسلها. أنا سألته قلت له في الحي اللي انتم ساكنين فيه في فقراء مسلمين؟ قال في. قلنا له خلاص اولى لان فقراء البلد اولى من ترسله. لكن اخونا السائل النهارده لو انت في حي يكون ما في مساكين وممكن ترسله لاهلك لكن لو في مساكين هناك هم اولى. لانه لو في مساكين مثلا في البلد دي وانا اشيل وانت تشيل ترسل الناس اللي ياكلوا شنو مساكين. لكن لو ما في هناك لو ما في معليش. نعم. طيب ناخذ تليفون. الو مرحب. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. الله يبارك يا حاركم. مرحب يا أبو بكر. أبو بكر عبد الرحمن من سنار. مرحب. بدأ الشيخ عندي سؤالين. نعم. السؤال الأول بالنسبة للميت إذا زال عنده أبوه وأمه توفت داري عمل لها حاجة مثلا زي مزيرة أو مظلة أو أي حاجة في المال فيه مالغاته هو مالورثة. ممكن يعني حاجة عندها حاجة مثلا الوالدة عندها حاجة من جنبه كده ذهب ولا شيء الزول يقوم يبيع الحاجة حاجة اللي يعني عمل لها بها مظلة أو يساهم في مسجد أو كده. هل هي جائزة ولا تتوزع أول الحاجة دي بعد ذاك الناس من إنهم يعملوا كويس؟ ده السؤال الأول. السؤال الثاني شغال محاسب في حتة هنا كده بتاع الحسابات في يعني بطرف الناس قروش تحويل وكده في فراس يعني فك بسيطة كده في نهاية اليوم اللي يجمع لك تبدلك مبلغ 3 جنيه 4 جنيه حاجة زي كده. التصرف فاكر ما يعني فك بتاعت أقل من 100 جنيه وانت تجازه. نعم. دي الحاجة دي لو فشل على الزول كده. كويس. السؤال الثالث بالنسبة للركشة عندي ركشة عليها زكاة ولا ما عليها؟ ركشة عليها زكاة ولا ما عليها؟ شغالة شغل تجارة طبعا. نعم. كيف شو السؤال الأول؟ السؤال الأول قال الميت يعني. أيوة. قالين نعمل له مظلة. أي صح. طبعا زول لما مات فرض نضرب لنا مثال زول أبوه مات أمه ماتت والمال الترك كله ده أصبح ورثة. ما نتصرف فيه بدون إذن الوراث كلهم. نجمع الوراث كلهم نقول لأخواننا إحنا دارين نشيل من تركة أبونا ده نعمل له صدقة جارية. وافقوا نعمل. قالوا لا أنا داير حقي وده داير حقه. هو في الحالة دي نقوم نوزع الميراث ده. بعدينك انت داير تتبرع لأبوك نبرع لأبوك تبرعنا نعمل له صدقة جارية. أنفع حاجة بدل المزيرة. المزيرة ما موقتة أزيارة تنكسر البهايم شربين فيها المظلة الهوى يشال قلاعة. لكن أنفع حاجة لأبوك تقوم تطلع لك مبلغ من الماء من نصيبك من الورثة. وحتى كان الوراث يتبرعوا المبلغ ده تشيله تمش تلف في الأحياء البلد اللي انت فيها. تلقى ناس بيبنوا لهم في جامع والبرنامج الجامع ده بيتبرعوا به الناس ده يتبرع بيده ويتبرع وينادي بالميكروفون تبرع لبناء الجامع. تقوم طوال تشوف الجامع ده تسأل انتم محتاجين ليه شنو محتاجين ليه طوب ليه أسمنتي ليه خرسانة طوال تمش تجيب ليك له رطوب طوال تنزله في المسجد ده. ويقلبك اللهم وهبت سواب لرطوب ده لروح أمي
أو ليروح أمي وأبوه. أها رقيب ده حيدخل بين المسجد ده والمساجد الزمن ده تبين بالخرسان المسلح. أقل شيء جامع ده حيقف 1000 سنة. 1000 سنة أي ذول يوميا السواب يمشي لأمك وأبوك بقدر اللور يقطوه. كان لوريين مش قدر اللوريين. صدقة جارية تمشي 1000 سنة. دي أحسن حاجة اللي بتعملها صدقة جارية لأمك وأبوك في بناء الجامع. نعم طيب نحن برضو هو عنده سؤال قال هو محاسب ويعني مرات فكة ولا يكون في فكة كده أيوة. طبعا بمرات تفرق يا زول ما عنده فكة يديه زيادة مرات داك يقول له ما في فكة يا خليتك مشيت يمشي أهم تجمع شوية فكة الفكة دي ما يتصرف فيها يخليها مركونة راقدة يا يوم حصل عجزي في الخزنة من الفكة جنيه جنيهين من دي يسدده أجاز زيادة يخليها زايدة أي لأنه أهلي يعفو عنها يا هو مالك فكة خزب الخلافة ما يتصرف فيها خلاص دار يسلم تسليم وتسلم سلم الخزنة اللي نقلوا لي جاه تاني الفكة دي الشيلة ما حيسلموا الوصول ثابت بالأوراق وبالإمضاءات وكده دي ما زيادة لحقت ولحقت المصلحة هذه دي شيء للدالة مسكين ما يخليها تدخل عليه نعم ما يسلمها للتاني ما يسلمها للتاني نعم أي. طيب ناخذ تلفون ألو مرحب ألو السلام عليكم عليكم السلام الله يسلمك مرحبا أنا عمر. عمر مرحبا تفضل الله يسلمك يا أخي أنا عندي سؤال بسيط جدا أنا بسأل عن الزكاة فعندي خروج بيزيد تدريجيا يعني في النهاية ما بكون عارف القيمة لما تنتهي السنة يعني مثلا بديت ب 5 مليون في آخر السنة بكون عندي 60-70 مليون مثلا فأنا بسأل بتتزكى القروش ككل ولا من البداية يعني بس سؤال كويس الله هنا بالنسبة للتاجر بدأ التجارة بتاعته إن شاء الله ب 1000 جنيه بس في يوم واحد شهر رمضان مثلا وابتدي يبيع ويشتري ويبيع ويشتغل يوم 30 شعبان السنة الجاية يكون تم سنة يقوم يعمل الجريد زي الطريقة شرحناها ديك يشوف البضاعة بالسعر الحالي ما بسعر البيع ولا سعر الشراء سعر الحالي يشوف قيمة البضاعة كم القروش النقدية كم رصيده في البنك كم يقوم يجمعه طلع وصل النصاب اللي هو النصاب 4000 إلا ربع وصل الرصيد بتاع 4000 إلا ربع بالقروش الحالية يبقى وجب فيه الزكاة لأنه حال عليه الحول وصل النصاب يطلع زكاته يبقى هنا التاجر ما بيشترط بداية النصاب في بداية التجارة بدأ بألف جنيه بس والنصاب 4000 إلا ربع بدأ بألف تم سنة لقى المال ده زاد ده وصل النصاب وزاد يطلع المال يطلع من المجمل كله يعني مثلا بدأ بألف جنيه يوم 30 هو بدأ بخمسة مليون مثلا هاي السنة عنده 60 سنة عنده 60 يطلع 60 يطلع زكاة 60 نعم طيب في تلفون تاني ألو مرحب ألو مرحب السلام عليكم عليكم السلام سلام شيخ محمد مرحبا يا أم زكريا الله عندي سؤال كدي نعم في في اسمه شنو في أركان الإسلام حديث أركان الإسلام في حسي زمان بيقولوا نحن قريناه بني الإسلام على 5 شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا حسي بيجي ما بيقولوا لمن استطاع إليه سبيلا بيقول حج الحج والصوم الحج والصوم بيقولوا قد في المناهج أيوة. في المناهج في المنهج يعني في المنهج ايوه نعم وعايز انا اعرف الحنايده ايوه كويس الله يبارك ايوه يبقى الكلام اللي قالته بنت انا فعلا الحديث في صحيح البخاري ومسلم بني الاسلام على 5 شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا أو كذلك أركان الإيمان 6 الإيمان بالله الإيمان بالملائكة الإيمان بالكتب الإيمان بالرسل الإيمان باليوم الآخر الإيمان بالقضاء والقدر خيره وشره ديك أركان الإسلام ودي أركان الإيمان وإذا كان الكلام اللي قالته ده في المنهج كاتبين بس الحج والصوم بس يبقى يكون في خطأ هنا يا خطأ مطبعي يا خطأ أيا كان لا بد أنه يرجع لنا الحديث واضحة في صحيح البخاري ومسلم بني الإسلام على 50 نذكر فيه نفس الكلام اللي قالته والقرين نعم نرجع لأبو بكر بن سنار قال عنده ركشة
أيوة. والركشة دي كيف يطلع منها الزكاة؟ عظم الركشة ما عليه زكاة، هو شغال في الركشة دي، الجريسات اللي بيتجي من الشغل بتاع الركشة بيأكل هو وليداته وبيوفر. الوفر ده لو وصل النصاب اللي 4 مليون إلا ربع حال عليها الحود يطلع زكاة. يعني على الربح بتاعه، على العيد بتاعه. نحن يعني برضو في من المسائل المهمة جدا يا شيخنا الآن، يعني في الأسواق الحمد لله يعني البضائع كثيرة جدا جدا متوفرة. والليلة بالذات يعني بدأت الحركة بتاعت السوق واستعداد الناس للعيد كبيرة جدا جدا. أحيانا بتصهر بعض البضائع فيها غش. والغش ده في كثير من التجار بيمارسوا عملية الغش في في في, في البيع. نحن حقه برضو نحذر ونذكر الناس بهذه المسألة في ما تبقى لنا من الزمن. الغش صعب خلاص. ولذلك في صحيح البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من غش فليس منا. وسبب الحديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام مرة أتى رفزول عنده عيش وبعدك العيدة صبت فوق المطر بلته وداير خي يغش الزيبون، قام دخل المخزن جاب العيش الناشف كبه غت العيش المبلول ده. الرسول عليه الصلاة والسلام دخل إيده في العيش ومرقه جاب عيش مبلول. ما هذا يا صاحب الطعام؟ والطعام يطلق على العيش. قال له أصابته السماء يا رسول الله، يعني المطر صبت فوق. قال له أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس؟ من غش فليس منا. يبقى ده حديث عام لأي نوع من أنواع الغش. وأكثر الغش المنتشر في زمننا ده بيع السلع المدة منتهية. يا ناس يكون بسكويت مدة منتهي، يقوموا يفتحوا البسكويت ده يبيعوه فلت كده ساكن أو يعبوا تاني من جديد أو شاي أو أي سلعة، اللبن المعلب ده تلقى العلبة مدة منتهية، يفتحوا العلبة يعبوها في علبة تاني أو يعبوها في أكياس ويخيطها بطريقة فنية تكنولوجية. ده كل نوع من أنواع الغش. وده يعني حسابه صعب يوم القيامة. وتطفيف للميزان وغش والحاجات دي أخواننا هي مغرية وتجيب الربح، لكن الفائدة شنو؟ ما في زول مات بيجوع، هاي كل رزق علي ربنا، لكن أنا أقوم أغش الناس وأكل من الناس بالباطل وأجد يوم القيامة تتخصم من حسناتي ربحت شنو؟ هاي أنا لم في الحسنات أصلي سنتي يوم القيامة يطلعوا من الناس الغشيتون دي. يبقى الفائدة. نحن نشكرك شكر جزيل الشيخ محمد أحمد حسن على حسن الإجابة لمشاهدينا الكرام، ونشكر أيضا كل من اتصل علينا، وأذكر بأن يوم غد إن شاء الله الساعة 4:10 سيتم تسجيل حلقة عيد الفطر المبارك. نود من مشاهدينا الاتصال على الأرقام المعروفة لديهم من أجل يعني المشاركة في هذه الحلقة. أشكر الزملاء الذين قاموا بتنفيذ هذه الحلقة على الهواء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.